الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة والأهل الكرام جميعا في هذه القرية المباركة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله في موضوع الإصلاح لا أطيل على الناس، ولكن إن شاء الله نذكر نقاط. النقطة الأولى يا أخواننا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للإصلاح وأمرنا به ونهانا عن ضده وهو الفساد. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المسألة الثانية إن يا أخواننا الإصلاح بيكون عنده طريق، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو المنهج المرتضى من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالمنهج بتاع الإصلاح هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعث يا أخواننا في مجتمع فيه جميع أنواع الفساد وفيه جميع المنكرات وفيه جميع الأخلاق الرذيلة موجودة كانت، وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ووجد عندهم الاعتقادات الباطلة الشركية الكفرية، وجد عندهم ووجد عندهم اتخاذ الوسائط من دون الله سبحانه وتعالى، ده موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم الفساد في الأخلاق، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنواعا من الزنا الذي كان يسمى عندهم زواج، منها أن المرأة يدخل عليها العدد من الرجال، فإذا وضعت غلاما فإنها تنظر إلى أشد من دخل عليها وأكرمهم نسبا وأكثرهم مالا، بتقول ده أبوه. وكل أخواننا زنا وفساد وفاحشة. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم الحروب الطويلة في باب الظلم والدماء، حروب طويلة جدا وأسباب تافهة، دي برضو مشكلة موجودة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم أكل الربا وأكل الحرام وظلم الناس، ده كل النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا عندهم. كذلك عندهم الاستهانة بالنفس، النفس دي كان عندهم أهون حاجة،
إنه يقتل الإنسان ده هو حاجة، والدماء عندهم أهون حاجة. كذلك وجد عندهم التعدي على القبائل وأخذ حقوق الناس وظلم الناس، ده برضو وجدوا عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. وده يا أخواننا مجتمع صعب جدا، مجتمع تحكم القبليات وتحكم العصبيات، المجتمع الجاهلي. وسمي جاهلا لأنه يا أخواننا الناس دين ما عندهم علاقة بالعلم، فكل أمر قبيح نسب إليهم نسب إلى الجهل. شكذا الإنسان لو نسب إلى الجاهلية ما تركت له مسبة. ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى عشان يصلح المجتمع ده بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة عشان انت تصلح المجتمعات، أول حاجة يا أخواننا إصلاح القلوب. وده نحن الليلة بنعاني منه في المجتمع. الليلة كده أسأل المجتمع قول لها رأيك شنو، قول لها خش الأسواق، تاجر تلقاه إذا اشترى سلعة بثمن ثم سمع أن السلعة قد زادت عند المنتج فإنه يرفع سعر السلع. يقول لك يا أخو الله بقينا ما عارفين الزيت والسوق. أنا الكلام ده كله درس أصلبه لمسألة معينة، ده مقدمة. إنه ذات الزول بيبدأ في الإصلاح بشنو يا أخوان؟ وهل الكلام ده على كيفك أنت وبمزاجك؟ ولا ده يا أخواننا منهج رباني ربنا أصلح به والصحابة يخل المشركين يا أخواننا ووصلوا من العنصرية والقبلية والجهل والعصبية. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للدين قالوا لي أول حاجة نحن أشراف العرب، ونحن عشان نقعد معاك ونسمع كلامك لابد أن تطرد الذين هم عندهم من أقل وأرذل القوم. قال له لابد تطرد بلال وابن مسعود وغير من مستضعفي المسلمين. قالوا له لأنه دل ما مقامنا، العرب ووفود بتجي ونحن أهل الحرم، لو جا شافونا نحن قاعدين مع دل بيزدرونا. بعد سنوات بقى لما واحد من المسلمين يقول لي واحد من المسلمين يا ابن السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، امشي له. الزول العير ذاته امشي لأخوه ويقول له لا أرضى حتى تضع قدمك على خدي. الكلام ده وصل له بياته منهج لابد نعرفه. فشاهد من الكلام إنه يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع ما فيه أي يعني قيمة إلا بعض القيم البسيطة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أصلحهم به. طيب نحن هنا عندنا ده عندنا فساد في أي حاجة، كويس؟ تخش الأسواق تطفيف في المكاييل، ناس ما بخافوا الله في المكيال والميزان، كويس؟ تمشي تخش المستشفيات الدواء، كثير من الناس اللي عندهم علاقة بالطب والعندهم علاقة بالأدوية اللي عندها علاقة يعني بحياة الناس، الواحد تلقاه يدس الدواء لما يتعدم في السوق حتى يمرقه ويبيع فوقه بالدس. ده أخواننا حاصل ولا ما حاصل؟ الأزمات بتاعت الوقود، زول يمشي يجي في الصف المدعوم ويمشي يحلب عربيته وتاني يجي في الصف وتاني يحلب عربيته ويمشي يبيعه للناس بالسوق الأسود، ده فساد ولا ما فساد؟ ده فساد موجود. وغير من أنواع الفساد الاعتداء على الأعراض والاعتداء على الناس وترك الصلوات وغيرها يا أخواننا من أنواع الفساد.
دي كلها كانت موجودة. فكيف أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفساد؟ أصلحه كيف؟ أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل أن لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. أول حاجة يا أخواننا بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتذكير الناس بحق الله، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق النجوم والأرض والسماء والبشر، وخلق لنا الخيرات من الأطعمة ومن الحبوب ومن المياه ومن غيرها ومن الدواب إلا لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وده السبب الكثير من الناس بيحاولوا إنه يسموه دين خامس ويسموه دعوة للناس إلى دين جديد. وكثير من الناس بيزدروا هذه الدعوة ويقول لك لبتين الكلام عن الموضوع ده. إخواننا الكلام عن الموضوع ده ده ربنا بيفتح به والخيرات بتاعت الدنيا والآخرة. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا، القرى مش مقصود يعني الحلالة الصغيرة، لا، وإنما المقصود القرية في القرآن هي المدينة الكبيرة، والمقصود كل الناس يعني. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عشان كده ربنا قال: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولذلك يا أخواننا قضية الإصلاح بتبدأ بالضمائر والقلوب. الزول اللي بيخليه يبقى مسؤول ويأكل القروش بتاعت البلد، واللي بيخليه يمسكوا الطرمبة يقوم ياخد رشوة عشان يكب لزول في باغة، واللي بيخليه الماسك السكر حق الناس المساكين التعبانين يمشي يدي أهله أكثر من الناس المستحقين ذاتهم، هو عدم وغياب الضمير والوازع. واللي بيخلي الإنسان يعتدي على أخو الإنسان بسبب قبيلة أو بغيره، ده كل يا أخواننا راجع لمسألة معينة، هو قياب الضمير، غياب الضمير. مهما أنت جبت من التشريعات ومهما جبت من القوانين ومهما جبت من العقوبات القوية والرادعة، ما ممكن يا أخواننا ينصلح المجتمع إذا ما كان الناس عندهم ضمائر. الشيء المرق لنا النماذج اللي بنقراها في السيرة، يقول لك زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه الزول بتاع الزكاة يمرق يوزع على الناس، يقول يا أخواننا الزول المحتاج للزكاة، الزول اللي عنده دين فدينه من زكاة من زكاة بيت مال زكاة المسلمين ما يلقوا زول، يقول الزول الدار يتزوج القروش بتاع الزواج ومن بيت مال المسلمين ما يلقوا زول محتاج، ويلقوا العدل ويلقوا الرحمة ويلقوا الألفة بين المجتمع. السبب شنو؟ السبب يا أخواننا أصلح هذا القلب وهذا الضمير. ولذلك قالوا في قصة ولادة أم عمر بن عبد العزيز، جدته التي تزوجها ولد عمر بن الخطاب عاصم، عمر بن الخطاب ماشي بالليل
وسمع وكان يتفقد الرعية، وسمع امرأة تقول لابنتها يا بني قومي فامزج اللبن بالماء بالليل، قالت فإن أمير المؤمنين نهى عن ذلك يا أمه. قالت يا أمي أمير المؤمنين ما قال ما تعملوا كذا. قالت وأين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين بيكون نايم. فقالت لها فأين رب أمير المؤمنين؟ دي المراقبة هنا. عمر بن الخطاب طوالي حفظ محل البيت، قال لأولاده لو أن لي رغبة في زواج لتزوجتها، فتزوجها ولده ثم كان من نسلهما عمر بن عبد العزيز. المراقبة دي سبب شنو؟ والقلب ده سبب صلاح شنو؟ والخل عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من معاداته للمسلمين وأذيته لهم، يبقى هو الرجل لما يسلم يبقى هو أتقن من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. ولما يجي واحد لما يبقى حاكم يقول له يا عمر والله إنك لا تقسم بالعدل ولا تعطي الجزل، تزول أول حاجة بخيل ما بتدي الناس حقهم وما بتقسم بالعدل. قال فهم به عمر أن يضربه، فقرئ عليه قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. السبب الأصلح هؤلاء الناس وجعلهم من خير القرون وجعل ضمائرهم منيبة وخاشعة وترجو ما عند الله هو شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل واحد من الصحابة عشان يمشي يجيب له الخراج، والخراج يا أخواننا ده الزراعة بتاعت الكفار، لما المسلمين يسيطروا عليهم في زمن قوتهم بيقوموا يمرقوا جزء من الأرض بتاعتهم يدوها للمسلمين، ده اسمه الخراج. كويس، هسي المسلمين ذاته عشان تتكلم لهم في التوحيد إلا من رحم الله. الحمد لله أهل القرية دي ما شاء الله قاعدين في الشارع متواضعين والنساء قاعدات، ده تمام. لكن تمشي محلات تانية خليك من الخراج لغير المسلمين، شان المسلمين ذاته تتكلم لهم في التوحيد انت تجيهم بهم بدة وتجي خاشي بهم ما يقوم، موضوع طويل والله الذي لا. طيب البلد تصلح كيف؟ تصلح كيف يا ناس؟ خلاص امشي لهم وامشي يقول لهم والله، يقولوا لو انت دارت تكتر علينا ولا شنو؟ فيقول لليهود والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم ايها اليهود ابغض الناس الي، انتوا اكره ناس انا بشمهم. قال لهم والله لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي إياكم أن أظلمكم شيئا. قال لهم عدت ناس مغضوبين والنبي عليه الصلاة والسلام أحب لي من جميع أهل الأرض، لكن ما محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم وغضبي وكرهي لكم أنتم يخليني أنه أظلمكم. دي مراقبة ولا ما مراقبة؟ باقي لك ده لو بقوا لي بظلم الناس، لو مسكوه طرمبة الجهاز بيمشي ساكن، ها؟ ده لو مسكوه فرن الناس مش كلها بتاكل. ولذلك يا أخواننا السؤال المفروض الناس تو عليه، السبب اللي بيصلح القلوب دي شنو؟ بسيط، إنه القلب ده يكون فيه عقيدة في الله براه، ويكون فيه توحيد لله سبحانه وتعالى براه. وقبل ما الزول يخد في راسه حاجة إنه ده كلام جماعة ولا حزب، يعني تأكد أن هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للتوحيد. أهوي الناس يا أخواننا ما تغش بعض. دعاهم إلى أن يتركوا الصالحين الذين يعتقدون فيهم النفع والضر، والذين يلجؤون إليهم في الشدائد، والذين يعتقدون أنهم يوصلونه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ديل تخلوهم وتتوجهوا لله براهم. ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ إلا ليقربونا. إخواننا المشركين ما كان بيعتقدوا إنه الأصنام بتنفع الضر، أو كان بيعتقدوا إنه الأصنام دي هي اللي بتنزل المطر، وهي اللي بتدي الولد، وهي بتعلم الغيب، وهي بتتصرف في الكون، وهي يعني بتغيث الملهوف، وهي بتنجح في القراية. لا، كانوا بيعتقدوا إنه دي كلها عند الله براه. لكن كانوا بيعتقدوا، يقول لك نحن عندنا ذنوب ومعاصي، والأولياء دي الصالحين ونظيفين قريبين من الله، نحن لو مشينا لالله طوالي كده ما بيقبلنا، لكن لو اتخذنا بيننا وبين الله واسطة ربنا بيقبلنا. ربنا قال كونك تعتقد العقيدة دي ده الشرك ذاته. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودي كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته، إنه يا ناس خلوا غير الله وأعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه. ده صلح القلوب، ده خلى القلوب تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وده خلى القلوب لما تنزل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وشرب الخمر فساد. ده خلاهم يا أخواننا، الصحابة كانوا قاعدين في بستان أبو طلحة رضي الله عنه، منهم زول خاتي الخمرة في خشمه، ومنهم زول شايلة وداري وديها لخشمه، ومنهم زول خاتها وداري شربها. فلما سمعوا المنادي يقول لهم أيها الناس إن الخمرة قد حرمت، وقال يا أيها الذين آمنوا طوالي دفقوا. أسي أخواننا ما في مسلمين كتار، وهم ما كفر، مسلمين بيشرب الخمرة ويقروا عليه الآية ويكرروا عليه تاني ويكون حافظه، يقول لك ايوه صح الخمر ذاتها ما يتحرم الطوال على ثلاثه مراحل، وبعد ذاك المرحله الاولى كده والمرحله الثانيه كده، وحافظه وبيشرب الخمر. طيب ربنا قال يا ايها الذين امنوا، انت مش من الذين امنوا؟ اي خليها. طيب تلقى واحده متبرجه ما لابسه تمام وساتره محاسنها زي ما ربنا امرها، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هي مؤمنة ما كافرة، تقرأ عليها الآية ونساء المؤمنين ما بتلتزم وما بتستقيم. السبب شنو؟ السبب يا أخواننا في خلل في الإيمان. شكد ابن مسعود قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمحتاجين يا أخواننا عشان الناس يستقيموا على أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويبتعدوا من النواهي عشان يفلحوا في الدنيا والآخرة وربنا يصلح لهم دينهم ودنياهم. محتاجين شنو؟ أول حاجة يصلحوا العقيدة دي. تخيل الناس كان بيشاكروا بيناتهم وحروب ومشاكل ودماء ومصائب وفتن، ربنا يصلحهم بفضل التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش المراد كلمة زول يقولها، وإنما يعتقد المعنى بتاعه. المعنى بتاعه إنه العبادة دي حق طلب له، وإنه العبادة لو صرفوها لمخلوق ده كفر وشرك وربنا بودي صاحب النار. لما العرب كانوا بيفهموا اللغة العربية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة الله براه، يعني تاني ما معه واحد تاني. لا كركاب واحد جابه دكتور في المولد الفادة في جامعة أم درمان الإسلامية دكتور تفسير
قال كركاب مطر بلا سحاب. أول حاجة يا أخواننا مخالف لسنة الله الكونية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لأي شيء سبب. الولد بيجي بالزواج، الشبع بيجي بالطعام، المطر بيجي بالسحاب. ربنا قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز قاحلة، ما في أي شيء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ مهما بقى الإنسان صالح والله ما ينزل المطر. وربنا تحدى موضوع يا أخواننا، ما في غلط، ربنا تحدى في أي عمل لنا بيان بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذلك أخواننا أول حاجة بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة، وهم ما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم بالصلاة، ولا لأنه أمرهم بالحج، ولا لأنه أمرهم بصلة الأرحام، ولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببر الوالدين، ودي كلها عبادات كويسة، ولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحسان للفقير والمعدوم والمقطوع والمسافر إلى آخر، لا، لأنه قال لهم يا أخواننا اللات والعزة ومنات ما بينفعوا، وديل كانوا أولياء زي ما قال ابن عباس في تفسير ابن جرير وفي صحيح البخاري، كانوا أولياء، قال لهم ديل ما بينفعوا ولا بضروا ولا بيعملوا حاجة. قامت العداوة طوال لغاية ما جاء في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله وأبو يستجيبوا، قاموا جو دارين يعجزوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يظهروا عجزه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، من باب الاستهتار والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، نشوفهم قدامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. نعيلة كده طالع فوق، شوف الاستهتار ده كيف، ليه كله ليه؟ لأنه قال لهم أعبدوا الله برا، وقال لهم الشرك ده بيدخلكم النار وتاني ما بتمرقوا منه، وقال أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. العلماء قالوا زي ما ذكر ابن كثير، قالوا أو 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 ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قالوا بعد ما تنزل الكتاب نقرأه تقوم تحيلين قصي ابن كلاب، لأنه ده الجدل بيجتمعوا فيه أغلب قريش، وقصي ابن كلاب يجي يقول لنا يا ناس قريش محمد ده رسول آمنوا به وكلامه ده حد، شوف الاستكبار ده كيف. ولذلك يا أخواننا أول ما يتم به الإصلاح هو التوحيد، والكلام ده قاله العلماء ما قلناه نحن، في هذه الآية من سورة الآية 56 من سورة الأعراف، قال الإمام القرطبي وذكر قول القشيري قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أي بالشرك وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. قال ابن عطية وهو من العلماء رحمه الله قال وهو يقصد أنه فسر الآية بأعظم أمر وهو الشرك بالله، فدل على أن الإصلاح هو التوحيد وعبادة الله وعدم الإشراك به، وعلى أن الفساد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الناس دي إذا انصلحت قلوبها بعد ذاك بقية الطاعات بتجي، أزول بعد ذاك مما يقروا عليه آية بيستجيب لها، إنك أفعل يستجيب، أنك لا تفعل يستجيب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيصلوا في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما
كانوا يصلون في المسجد، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، مشى على المسجد، مشى الرجل على المسجد الآخر، فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أيها الناس، إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يولي وجهه قبل المسجد الحرام. الناس في الركوع كلهم رجعوا، وطوالي ولوا وجوههم إلى وين؟ إلى المسجد الحرام. ليه أخواننا؟ لأنه انصلحت القلوب، القلوب انصلحت. ولذلك من أول معالم الإصلاح التوحيد، وده أهم معلم ربنا من أجله خلق الناس. وزول اللي بيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ده بيضر في الدنيا والآخرة. في الدنيا بيمحق عليه وبيذهب منه البركات. ربنا سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر. قال ابن كثير: من معنى الفساد، وهو ضد الإصلاح الذي نتحدث عنه، قال: هو ذهاب البركة وشدة المؤونة وغلاء الأسعار وجور السلطان. دي نحن عايشين ولا ما عايشين؟ ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ده القرآن، ده القرآن قال كده. السبب بتاع الفساد هو الشرك بالله. ألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله، والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله. قام شال مشيئة الله رجع ورا وجاب مشيئتهم قدام، قال: إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ده مداح كبير في البلد دي، عرفته؟ مداح كبير، وكثير من الناس بيعتقدوا فوقه. يا أخواننا الكلام خلوا، لو كلامنا ده حق جماعات شوتوا البحر. القرآن ربنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان شنو؟ عليما حكيم. يا أخواننا دي أبجديات. ربنا قال: قل، يعني يا رسول الله، للمشركين الكفار الما خشوا الدين ولا أمنوا بالرسول ولا بؤمنوا بالقرآن، ربنا قال لهم: قل من يرزقكم الرزق، من يرزقكم من السماء والأرض. تلقى زول معلق له حجبات في الدكان يقول لك: ديل بس افتح بين الرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. يعني كل الكون ده بيصرف منه، كله كونك تشرب ماذا مكتوبة في اللوحة المحفوظ، تشرب موية صحة، تأكل في تريتا، تأكل ويكا، عرفتها، تمرض، تبقى كويس، كونك تموت بيتين، تحيا بيتين. دي اسمها يا أخواننا توحيد الربوبية. زي ما قال إبراهيم عليه السلام، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ده القرآن قال كده: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، إلى آخر الآيات. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ربنا قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. صينية الغدا دي فيها كسرة وفيها عيش، فيها رغيف، فيها جرجير وطماطم وملحات. ربنا قال: اتفكر فيها، جاتك كيف؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. وشوف ربنا بيذكر نفسه بالضمير بتاعنا الذي يفيد التعظيم والتحدي، بيتحدى. والله مش لو بقى ولي، لو بقى صالح لما بيضوي عديل ما يقدر يعمل ولا نص حاجة في ده. ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا
صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها البمرقة الله ما نحن شكذا ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون الحراتة الحراتة كونك تقلب الواطة وتبحتها صح ولا ما صح نحن اسمنا بحاتين ما قاعد تشوف الجدادة بتقلب الواطة كيف ودارة تكوس لها حبة بتاعت عيشة ربنا نحن سمانا بنحرد أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم شوف التحدي ده كيف انت عارف سبحان الله الآيات جات في التوحيد يا أخواننا ما فيها تحنيس ولا فيها نقل من مرحلة كده لمرحلة ها فيها تحدي الخمرة فيها مراحل صح ولا ما صح كويس كثير من الأمور ربنا نقل للناس بمراحل أما موضوع التوحيد لأنه ما فيه مجاملة كويس ربنا قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة الحب بأي ثمرة ممكن تنطحن الدخن العيش القمح الفيتريت غيره وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ربنا الكسرة من الحب والبامية بتزرع والفاكهة والعنب دي كلها قامت بما أنزل الله من السماء والأب طعام البهائم طعام بهيمتك ربنا أكلك إنت وبهيمتك شوف النعم دي كثير شكذا ربنا قال وأسبغ عليكم نعمه شنو أسبغ أسي يقول لك يا أخي عليك الله الملاية دي أنا دائرة تدخل لي في سبغة ترجع زي ما كانت بتقوم تدخلها جوا موية وتحل فيها اللون صح أو الجلابية ظهيرة بتسبغها يقول لك أسبغها تمام بتعطينا ربنا شبه البني آدم والمخلوق إنه نعم ربنا مشدة ما كثير عليه ومحيط به زي كأنه ربنا جابه بني آدم ده وغمسه جوا النعم بعد ده المخلوق يمشي للمخلوق زيه يقول لك كب يا بشام ولا يا فلان إخوانا المسألة السوداني بيقول لك الخيل تجقلب وشكر لي حماد الليلة لو في واحد عنده ودخوه مين صغير سماه كويس ودفع له ولغاية ما خش المدرسة والرسوم والكراسات ولحد ما كبر وقف معه لحد ما خش الجامعة وشد حيله وعمل له وظيفة وسوى له عربية وكبر بعد ذلك بيجي يقول يا أخواننا ما نزل عصامي نفس عصام سودت عصامة وعرفته الكرة والإقدام ده مش بيديه بملوت مش بيطقه بيكسر له رقبته ده في الدنيا في الدنيا انت الأحسن لك ده الناس ما بيقبلوا منك انه الزول الأحسن لك ده الناس ما بيقبلوا منك انك تشكر غيره صح ولا ما صح طيب كيف يا ربك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عشان كده المعاصي كلها كان يا أخواننا الزول لو وقع فيها ربنا بيغفر له لأنه قد يكون فيها مبرر لكن ما سبب الشاب قد يكون قوي تغلب نفسه يقع في الزنا والعياذ بالله والزنا كبيرة وجريمة وربنا سماها ساء سبيلا وهي محرمة لا شك وعقوبتها في الآخرة عظيمة لكن يا أخواننا الشاب قد تدفع شنو الشهوة الزول البزري قد تدفع شهوة حب المال أو قد يكون معدوم الزول البقتل قد يكون استفزوه والغضب إلى آخر لكن الشركة سبب شنو الشركة يا أخواننا سبب شنو ما في أي سبب كونه تجعل المخلوق ولو كان صالح لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام تجعل مع ربنا سبحانه وتعالى بما فيها سبب السبب شنو في زول بيستمتع بالشرك الزول غادي يسرق يمشي يشتري له حاجات وكذا يشتري عربية عرفتها ما في ناس سرقوا البلد كلها ولا ما سرقوا ويستمتعوا صح ده بيستمتع لكن انت الشرك ده بتستمتع بشنو يا اخوانا المتعة في الشرك وين
مع انه ما بينفعه ولا بيجيه وفي الشدائد ما بحله. ونحن بلدنا السودان ده ملان قبب، ونحن بلدنا دي من اتعس البلدان كويس، وما نفعونا نحن بيسوبوا شنو. ولذلك يا اخواننا من اعظم واول طريق الاصلاح هو التوحيد والعقيدة الصحيحة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: أي والله يا رب. فيقول له الله: كذبت، قد أردت أهون منك وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. شاكد يا أخواننا الزول بيحذروه لأنه ده أغلى ما يملك، تحافظ عليه ودل به، ربنا بيقبل أعمالك وربنا بيدفع عنك النار وبدخلك الجنة، وبسببه ربنا سبحانه وتعالى بخلدك في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأول معلم هو العقيدة الصحيحة، وده الركز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذاك أبرز قبره، يعني كان مرقوا من حجرة عائشة ودوا البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فحماه الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إلقى واحد عشرة دارين يبايعوا على الإسلام، يبايع تسعة واحد ما يبايعوا. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا الحديث في المسند من رواية عقبة بن عامر. قال: إنه معلق تميمة حجاب، يقول لك يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، هذا ده حجاب اللابرون من فوق لتحت كويس، وما بينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام أبى يبايع على الإسلام لأنه دبي ناقض الإسلام. قال: إنه معلق تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. من الشرك إن زول يحلف بغير الله، وحات فلان وحات سيدي وحات القبة وحات النبي وحات أولاده وحات الملاح وحات القعدة، ده شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو شنو أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكلام ده ما قالوا لينا نحن يا أخواننا، إحنا التعبانين والما عندنا حاجة، قالوا لعمر بن الخطاب وقد سمعه يقول. والخطاب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ده صاحبي وهو صاحب يكون قال لكن ما في قلبه، لا، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، لا نسيان لا مذكر، تاني ما حلفت بغير الله. ولذلك أخواننا ده من أول وأعظم معالم الإصلاح. كذلك من معالم الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع يا أخواننا إذا ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ربنا سبحانه وتعالى بيعمنا الشد بالعذاب. ربنا قال: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها شنو؟ مصلحون. ما قال صالحون، ما قال صالحون، قال مصلحون، لأن المصلح أصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي حاجة يا أخواننا، في الحياة، في البيت، في الجامع، في الطريق، في الزراعة، في العربية، في أي محل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن بيد الظالم أو يوشك أن يعمكم الله بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
شكد جاء في تفسير الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: أمر الله الملائكة أن تهلك قرية، فجاءت الملائكة فوجدت رجلا يعبد الله، فرجعوا وسألوا الله وقالوا إن فيها فلانا عبد صالح. قال الله عز وجل: فبه فابدأوا فإنه ما تمعر وجهه في يقظ. زول يا أخواننا يشوف الحرام والباطل بغضب الله وما يزعل، ويشوف الشرك وما يزعل، ده ربنا بيبدأ بهم. شوف هدهد هدهد طيرة من جند سليمان عليه السلام، وكان من عادة سليمان انه يتفقد الجنود والرعية حقتهم. لما يتفقد الطير، والقصة معلومة عندكم، ما لقى الهدهد، والهدهد غاب، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. الهدهد لما جاء قالوا له: والله الليلة شيل شيتك، سليمان عليه السلام توعدك. قال: هل استثنى طيرة؟ تقول لي الترابي الزباب الميم ده موضوع تاني، عرفته؟ قال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: نجوت. استثنى لما قال شنو؟ أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. وده فيه يا أخواننا إنه الأولياء ما بيعلموا الغيب. الهدهد الطيرة قالت لنبي كريم: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا بتحير في ناس يمشوا لهم لواحد يرقد لهم الخيرة، يا أخي ارقد براك لو أصلا في خيرة، ما هو في عن قريب وأنا عندي عن قريب، وهو عنده بطانية وأنا عندي بطانية، وأنا بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفته؟ وهو يمكن يشهد ويمكن ما يشهد، ويمكن يشهد ويبول في المصحف، الله يكرم السامعين، ولا ده ما الحاصل؟ لا، هو الحاصل ذاته، خلاص؟ وده ما في السنة، السنة إن يا أخواننا الاستخارة، فيعتقد إنه ده بيعلم الغيب ويرقد له الخيرة، والنسوان إلا من رحم الله ستات الودع، لغاية ما جابوها في غنية، والله، في ناس يقول لك: أنت حفظتها كيف؟ ما بلوى. بل وتركب الحفلة يسمعوك لها رجال، تمشي تشرب عصير رجال يسمعوك لها، تخش كافتيريا رجال يسمعوك لها، عرفته؟ قال داك ست الودع، أرمي الودع لي كشكشي، شوفي ده عاطل، ما عنده موضوع. أسي أخواننا الكفار صنعوا الركشة ديل لما يجي يختاروا الفانوس، يقول لك: كده نمشي لست الودع، ولا بيجربوا لغاية ما تزبط معهم كويس. قال كان فيه شيء، أسي ده ما عنده ما. أسي ودع فيه حاجة؟ أسي الودع ده فيه حاجة؟ قال: شو فيه لي؟ كان فيه شيء، قوليه لي ما تختشي. الحياة من الإيمان، ما تختشي كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يعظ أخاه في الحياة، قال: دعه، فإن الحياة شنو؟ من الإيمان. فناس بيعتقدوا في الودعية إنه الودعية بتعلم الغيب، وهي كذابة. مرة واحد والله من الناس الكبار من القضارف اسمه عمك حسن، الله يطراه بالخير، قال لي: أنا مفلس، بعدين أنا وعندي أخواتي اثنين تقريبا، كلام ده قال في القضارب بدري، قال: نزلت محلة لقيت الجماعة متلملمين في الفكيه ومبتاري، قال: نزلت له قلت أفشله قدام الناس، وده بجوز طبعا بل ده واجب لمن يستطيع ويقدر. المهم قال: مشيت لي الزول ده، زول يعني رمالي بيعتقد انه بيعلم الغيب، قال له: هكذا شوف لي الحاصل شنو. قام لخبط شغلته كده وكده، قال له: والله انت عندك اخوك الكبير جاي من السعودية، واخوك الكبير ده ان شاء الله جايب معه قروش، وان شاء الله امورك بتوضح عشان يدي قروش. قال له: اول حاجة انا براي، انا اخو براي في البيت، ما تكذب ساكت. قال له: اخوك الكبير بيجي وبيديك قروش. يا ناس ده كذب ساكت، ده كذب ساكت، اخوك الكبير ذاته كان جا ولقاك عاطل بيديك بسطونة، ما تمشي تشتغل يا اخ كويس. فدي اعتقادات موجودة، ولذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزول يا اخواننا إذا بخاف على أبوه وعلى أخوه وعلى ولده على أخوه على أخته على عمه على عمته على خاله على خالته على جيرانه، قام أنبوبة دارة تولع، يقوم يجتهد إنه يطفيها، لقى إنه الكهرباء دارة تضرب في البيت، يقوم يعني يحاول إنه يعالج الموضوع، يلقى له زول
ما عارف الشارع داري عليه في بير حفروها سايفون ولا حاجة، يقوم يمشي ينبهه يا زول البير، وممكن يطقه بطوبة لأنه الطوبة بير بيقع برا البير، لكن لو مشى بيقع في البير. وهكذا كيف الزول اللي بيموت على عقيدة سيئة ده إذا مات جهنم وبئس المصير، لأنه ربنا قال كده، وربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أهم الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من الأسرة، الأولاد تعلمهم العقيدة الصحيحة، الأولاد تعلمهم الآداب والأخلاق الطيبة، تعلمهم الصلاة، المرأة تعلم أولادها وبناتها الصلاة وتعلمهم الحشمة، والقدوة في البيت من الأب ومن الوالدة ومن الأم. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويشوفوا إنه مماشي زول الكعب يعني يوجهه، ويشوفوا إنه بيقى كلامه سيء يوجهه. وهكذا ده أخواننا اللي بيصلح المجتمع. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام الشافعي صغير قال جاء ويده تطيش في الصحفة، الجهلة الصغار ديل واحد ما بيجي خاشي كده بيدقش بس، عرفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده من الآداب، حاجة بسيطة تعلمها للشافع بترسخ في عقله ويكبر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. دي آداب تربوية يعلموها للأولاد. ولدك من صغير تغرس فوقه حب الدين وحب القرآن. الليلة الناس يقول لك الولد إذا طلع متفوق لا مشي يقريه هناك جامعات ويطيب هندسة وإلى آخر. إذا يقول لك يا والله الود ده قدر ما ودينا ما نفع، يا حالك أنا شوف لي خلوة ولا أي حاجة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإياكوا ميتة فهم فيه شركاء، جعلوا لله أخص الأشياء، عرفتها؟ ما لا يجزي في الأضحية بيودوا الخلوة طوالي، العرجاء البين عرجها والمريضة التي لا تنقي رفتها والمقطوعة الأذنين والضلافين دي ودوا الخلوة. فلذلك يا أخواننا التربية ما في تعارض بين التربية الصحيحة. ونحن بنقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه يا أخواننا نحن مجتمعنا ده جاته هجمة شرسة من العلمانين، وهذا للقراي بتاع المناهج طلع تفسير سورة محمد، عليك الله شوف الجرائد كيف طلع من المنهج، وقال الأولاد بتاع سنة أولى المنهج بتاع القرآن كثير عليهم، الخمسة صفحات دي كثير عليهم، ورقتين ونص قال كثير عليهم، دخلهم كتاب بتاع موسيقى وكتاب بتاع الثورة وكتاب بتاع شنو. بس انت ما قلت موضوعك كترك تمرق القرآن وتجيب كتاب كامل بدله؟ ديل يا أخواننا دارين يدمروا عقائد بتاع أولادنا عشان بعد رضينا بيدي بعد شيء بيجي يقروا لنا أولادنا ما قراه هؤلاء المجرمون في لاهاي وفي سربون وفي أكسفورد. الولد يقروا لك يقول لك لابد الولد يكون عنده ثقافة جنسية، لابد من صغير والبيت عشان يبقى الولد يقول لك يعني عنده الحرية ويناقشوا له المسائل دي، وهو صغير ما بيفهم المسائل دي، وينشأ على الشهوات اللي هي أصلا موجودة ومؤججة في المجتمع، وبذلك يفسد المجتمع. وبنسمع بعض الحوادث النادرة الموجودة الآن، حوادث شفع صغار، احنا عندنا في منطقة هناك في الخرطوم ما نسميها، شفع صغار في سادسة ولد واخته قبضون مع بعض، ولد واخته، السبب شنو؟ ده ما لقوا دل دل لا لقوها لا مجتمع أثر عليهم، كانوا معزولين برام وكانوا بيقرروهم قرآن نازل، وكان السبب بتاعهم كان القرآن وكان تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان السبب يا أخواننا. ولذلك يا أخواننا أن إحنا لو فرطنا في الموضوع ده تخلي ولدك ده يتعلم القيم ويتعلم الأخلاق ما من المدارس، المدارس إلا من رحم الله، ما بنقول كلها كعبة لكن إلا من رحم الله، ما بيتعلم لك ولدك تعلمه في البيت، لكن يا أخواننا يشوف في أبوه ويشوف في أمه ويشوف أخوه الكبير وأخوه الصغير، فينشأ النشأة الصحيحة، النشأة القويمة، النشأة السليمة. كويس؟ ده لما يكبر لقدام بيحترمك. لكن احنا يا أخواننا إذا فكينا مجتمعنا وخلينا كلامنا اللي بنقوله ده الكلام اللي بيقوله الدعاة الحار على الناس ده، والله الناس لقدام تندم. تمشي بعد شوية بيجيك الحقوق
بتاعت الأطفال، وتجيك المنظمة بتاعت Save the Children، حقوق اللي شوف على الصغار، ويجي يقول لك البيت البيت مما تحصل 18 سنة بعد ما عندها ولاية من أبوها، والاتفاقية بتاع السيداو حقوق المرأة كويس، وإن المرأة لما تحصل 18 ما عندها شغلة، والقانون يعاقب الأبو ويرفع عن الأبو الولاية على البنت إذا حصلت 18 سنة، وإذا اعتدى عليها يعاقب القانون بالسجن والغرامة والعقوبتين معا، ويمكن يجلدوك. فهمت الحاصل؟ وهذيك تجيب معاه الجيل فريند جوا الغرفة، تقول لك يا بابا بالله يجيب لنا العصير. ده لويس انت قال جيل فريند معناه شنو؟ والبوي فريند ده ما صعلو قال ماشي معاه في الشارع، تدخله لك جوا البيت انت تجيب له العصير، يقول لك خلاص جزاك الله خير سهرنا بك أوي. السبب شنو يا اخواننا؟ السبب انه خلينا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، والناس تبقى تبكي الدماء بدل الدموع، كلام الدعاة الحار، الكلام القوي ده، ما ده القرآن قال كده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إلى آخر الآيات، علموا على الكلام ده من صغير. ولذلك يا أخواننا دي من معالم الإصلاح، كذلك من معالم الإصلاح التربية على القدوات الصحيحة، القدوات التي يجب أن يفتخر بها المسلمون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يكون أخواننا المجتمع قدوة الصحابة، وإنه الشافع من صغير بيتمنى إنه يبقى زي الصحابة، زي عمر وزي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو هريرة، يكون دي قدوته. والبنت تكون تبقى زي عائشة وفاطمة وخديجة وسودة وأم عطية وغيرها من الصحابيات الجليلات، دي تكون القدوات حقتنا نحن، ودي النماذج السليمة الصحيحة التي يجب أن تكون عند المجتمع. لكن لو بقى العمدة بتاعنا الجراي أو القدوة بتاعنا الممثل أو القدوة بتاعنا لعب الكورة أو الفنانة أو الممثلة أو غيره، المجتمع بيضيع، ويبقى الأولاد تربوا على غير قيم وعلى غير هدى وعلى غير هدف. كذلك أخواننا من معالم الإصلاح قلنا أول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول تاني أخواننا تعويد الصغار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعوده ذاته يتكلم يقول لي ليه ده حلال وليه ده حرام، ودائما الولد ما تربيه على إنه عيب وما تربيه على كده ما كويس وأنا بزعل منك، ربيه على إنه ده حرام وإنه ربنا سبحانه وتعالى بوديك النار وإنه ده ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليك بسببه، فينشأ الولد على الخوف من الله فيتقي الله في أبيه. ربنا سبحانه وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بقى شاب تمام، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الإنس والجن إنهم كانوا خاسرين إلى آخر الآيات. فيربى الولد على أن يكون هو آمرا بالمعروف وينهى عن المنكر، والمسائل كثيرة ويعني المقام لا يتسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونحن شاكرين يعني لأهل هذه القرية الطيبة.
على هذه الاستضافة، ونشكر يعني أهل الحي وأهل البيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من قام على أمر هذه المحاضرة وأن يجعلها في موازين الحسنات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.